عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل عن كتابة إن شاء الله، أنها تكتب إنشاء متصلة من الفعل أنشأ ينشئ إنشاء، نقول هذا خطأ، وإنما هي أداة إن شاء الله، إن الشرطية وشاء فعل مضمر من الفتح والله فاعل، أما إن شاء الله فهذا لا يصح، وهذا لحن وهذا خطأ، ففرق بين الإنشاء وبين المشيئة. أما في اللغة الإنجليزية أنها تكتب بأي صورة ما في معنى، ما في معنى التعبد باللغة العربية وليست باللغة الإنجليزية، والله أعلم.